بعد الإنجاز الأمني المتمثل بإخلاء المبنى ب في سجن رومي ونقل 866 سجينا إلى المبنى دال، يجري العمل على البحث والتدقيق في مقتنيات السجناء التي تركت مكانها بعد أن أخرجوا من دون أمتعتهم. العملية النوعية التي تمت فجر الاثنين كان يحضر لها منذ أشهر، ولكن ساعة الصفر جاءت بإعاز من الرئيس سعد الحريري عقب وقوع تفجيري جبل محسن والمعطيات عن أن إدارة العملية الإرهابية تمت من داخل السجن. في معلومات الام تي في أن الرئيس الحريري طلب من الوزير المشنوق اقتحام السجن لتحريره وإنهاء حال الفلتان. تحرك الوزير المشنوق بهذا الاتجاه، ولكن الأمنيين طلبوا بمهلة يومين لإنجاز المهمة، وهكذا حصل. مصادر أمنية تقول إن عناصر المباغة والسرعة والسرية لعبت دورا مهما إلى جانب احترافية عناصر قوى الأمن من شعبة المعلومات والفهود. القوى الأمنية أخلت بداية بحسب المعلومات الطابقين الأول والثاني، وفيهما مساجين من غير الإسلاميين، فيهما من المسيحيين والشيعة والدروز. تمت العملية بشكل سريع ودون أن يشعر سجناء الطابق الثالث وهم الأخطر لئلا يتمردوا أو يحاولوا النزول إلى الأسفل، في وقت كانت مجموعة أمنية تحاصر الطابق الثالث. بعد الانتهاء من الطابقين الأول والثاني بدأت عملية إخراج السجناء الإسلاميين ومن معهم في الطابق الثالث. عناصر الأمن طالبوا المساجين بالخروج عراة من الأعلى مخافة الأحزمة الناسفة، وإلا سيصار إلى اقتحام الزنازين. حاول البعض التمرد وإثارة الشغب ورمي الحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه الأمن، فرد بإطلاق النار ولكن ليس باتجاه السجناء. بعدها انتدب السجناء أحد الأشخاص ليتفاوض مع الأمن، فكانت النتيجة أن تم إخراجهم واحدا تلو الآخر ونقلهم إلى المبنى دال. بعد دخول الأمنيين إلى المبنى ب تبين لهم أن مقولة وجود السلاح والمتفجرات والأحزمة الناسفة مجرد أوهام وأخبار عارية من الصحة، فلا سلاح ولا متفجرات داخل السجن، فقط وسائل اتصال وتواصل، وسيتم التدقيق بمحتوياتها.